ادخل. مولاي، اطلعوا لبرا. مولاي، كأنه في شيء مضايق جنابك. من وقت ما شفت هالحلم وأنا مو مرتاح. أنا ماني شايف سبب لقلقك هاد. مولاي، حضرة الداعية عزيز محمود، شو رأي حضرتك تستشيره؟ هو داعية وعالم بتفسير الأحلام يا مولاي. مظبوط يا ذو الفقار. وبعدين أنا من زمان وعدته أني روح لعنده وما صح لي. لكن جهزوا حالكم، رح نزوره. أمرك مولاي. وخليهم يخبروا قاسم خانهم تتجهز، رح نروح سوا لعنده. هي بتحبه كتير لهالشيخ. خليك قاعد يا حضرة الشيخ، كمل وضوءك. عباد دولتنا عم يلاقوا الراحة بهالمكان، وبيجوا لهون لحتى ياخذوا العلم من عندك. إذا عم أقدم إفادة ولو بسيطة فهذا شرف كبير إلي. أريد دار الأمان قبل ما نفوت، شو معناها يا شيخ؟ تكية الشيخ هي ما حدا بيقدر إنه يقرب منها. كل شخص بيجي لهون وبيطلب الأمان والحماية بيكون محمي حتى مني، ولو كان مرتكب ذنب كبير. قال لي حجي آغا إنه الشيخ محمود عنده مكرمات كتير، خلينا نشوف واحدة منها. أنا بتفاجأ إنه في ناس بتنتظر تشوف مكرمات مني بالوقت يلي سلطان الكون سكب المي لعبد فقير بدولته، وخليلته المحترمة ناولتني المنشفة بإيديها. معقول يكون في أكثر من هيك مكرومة؟ الله يطول بعمر الشيخ. والله هذا الزلمة. الله يسلم إيديك. تفضل شاركنا الأكل على طاولة. تفضل. يلا إن شاء الله بعدها يدوب. شوف مين بده ياكل منه. انا بعرفها منيح لهالخانم. هي الخانم نفسها يلي طلعت قدام الناس بيوم التمرد. تقصد اللي قامت من الموت؟ ايه مزبوط، هي قسم خانم. هي قسم خانم المعركه وقتها حتى رصاصه ما قدرت تقتلها. يلا جولجي، كتير سمعنا عنك قسم خانم، نشكر الله أنه شفنا هالوش الحلو. الله يحميكي ويحرسك يا بنتي.
لا تقلق من هالمنام يا مولاي، لأنه بإذن الله علامة خير. بس هذا الشخص وقت ضربني أنا وقعت على ظهري يا حضرة الشيخ، هذا مو خير بنوب. الأرض هي أقوى عنصر من عناصر الكون يا مولانا، أما الإنسان أقوى نقطة فيه ويلي بيرتكز عليها جسمه هي ظهره، والاتحاد بين الإنسان والأرض عن طريق هالنقطة بيولد قوة كبيرة. يعني تفسير حلم كون أنه حضرتك رح تنتصر بمعركتك يا مولاي، ورح تهزمه لهالملك الكافر بإذن الله. الله لا يحرمنا. طيبة عكسي على وشك. الله يحميك يا رب. الله لا يحرمنا منك. إن شاء الله بتشوفي سعادة. ولا يحرمنا منك. شكراً كتير. الله لا يحرمنا منك. الله يحميك. ما شاء الله يا سلطانة قوسم، وشك الحلو عم بيشع حسن ونور. مشكورة سلطانة. أنت حامل؟ وكمان حامل بأمير، يعني صبي مولاتي. إن شاء الله. لا مو حامل، لو في هيك شي عرفت. اشتغلت داية 40 سنة وبعرف المرأة الحامل من نظرة واحدة. انت حامل سلطانة، أنا متأكدة. هدول لإلك. شكراً كتير سلطانة، الله يوفقك ويرزقك يا رب. الله يطعمك على قد نيتك الطيبة. عطيني هدول وزعين على الكل ماشي. الله يوفقك وينور قلبك. شكراً. ويطعمك على قد نيتك ويرزقك يا سلطانة. شكراً سلطانة، غمرتينا بلطفك. الله يوفقك ويطول عمرك.